السلام عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه عمل الفراخ بقى المشويه اللي هي المخليه من العظم، ومعها رز بشعريه ومعها سلطه بلدي جميله. خليكم معايا وتابعوني عشان نعرف الطريقه كامله مع بعض. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا بقى نبتدي ونشوف الطريقه كامله مع بعض. اول حاجه انا جبت ملح وفلفل وزعتر وبابريكا وكاري هندي، وجيت حط عليهم معلقة من الصلصة، حطيت عليهم كمان ربع كوباية من الزيت، تمام، ودوبتهم كويس كده مع بعض، تمام. وبعدين هبدأ بقى ايه اتبل فيهم وراك الفراخ المخلية. انا شايلة منها العظم خالص طبعا علشان الولاد بيغلبوني طبعا ان انا فصص لهم اللحمة وكده، فقلت تغيير المرة دي، تمام. هتتبل كده من فوق ومن تحت لغاية ما تشرب التتبيلة. انا حسبها في التتبيلة تقريبا حوالي من ساعتين اقل حاجة، لغاية يوم كامل، لغاية ليلة كاملة يعني. ممكن اتبلها من بالليل وتاني يوم اشتغل بيها، تمام. بجيب بقى طاسة على النار، ببدأ بقى ايه انزل فيها الفراخ. طبعا اوراق الفراخ بيبقى اصلا فيها دهون، فبنزلها بقى على النار من غير اي زيوت ولا اي سمنة ولا اي حاجة، تمام. هي هتنزل الدهون بتاعتها وتصفيها كده، وهتاخد الطعم بتاعها كله، تمام. ببدأ بقى ايه اول ما من تحت كده شكلها يتغير، ببدأ اقلبها الناحية التانية. هي ما بنزلش عليها خالص اي مية، بفضل اقلبها من الناحيتين لغاية ما ايه ما اللون بتاعها يتغير وتبقى ايه تبقى جاهزة للاكل. ولو حسيت ان هي ناشفة سنة بنزل بس حوالي معلقتين ثلاثة مية، مش اكتر من كده. شكلها تحفة ورهيب، وطعمها برضو عامل زي بتاعة المحلات بالظبط. كمان ممكن تحط فيها فحماية كده تديها طعم الايه فحم. دلوقتي جبت طاسة تانية على النار، حطيت فيها حوالي نص كوباية من الشعرية وحمرتها في شوية زيت، وبعد كده بنزل معلقة كبيرة من الزبدة اول ما تتحمر، وبقلبها كده علشان تاخد طعم الزبدة. انا ما بحطش الزبدة في الاول، بحطها في الايه في نص السوا علشان تاخد الطعم وتفضل الريحة موجودة. دلوقتي انا حطيت حوالي كوبايتين من الرز، الرز طبعا مغسول كويس ومنقوع ومتنقي كويس، تمام. وبقلبه بقى كده مع الشعرية الاول عشان ياخد تحميصة والمية اللي فيه كلها تروح او اي رطوبة فيه تروح، تمام. بقلبه كويس كده، ولما تقلب بنزل عليه بمية مغلية حوالي كوبايتين، تمام. وبسيبه على النار تلت ساعة بالظبط، يعني ما افتحش عليه قبل التلت ساعة. دلوقتي خلاص جاهز معايا للتقديم، مش بياخد وقت خالص، وطبعا من اكتر الحاجات اللي لايقة خالص مع الفراخ وكلنا بنحبها، تمام. اخر حاجة بقى السلطة، انا بشرت جزر وكرنب احمر وبقدونس وخيار وطماطم، طبعا مش محتاجة يعني اي حاجة، وخس طبعا وبصل ابيض. بقلبهم طبعا مع بعض وبتبلهم بنص ليمونة ومعلقة من الخل، وفي ناس بتحب الملح وناس ما بتحبش، انا بعملها برشة خفيفة من الملح والكمون. وخلاص كده الاكل جاهز معايا، تمام. يا رب يكون الفيديو بقى عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير بقى لكل اصحابكم. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفكره جديده. السلام عليكم ورحمه